ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد، تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده المراجعه النهائيه سنه اولى اعدادي منهج نيو هالو الترم الاول، حل سؤال ري اند كوريكت ذا اندرلايند ووردز، اقرا وصحح الكلمات اللي تحتها خط. احل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه افتح عيني كويس، ما بستعجلش، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمه، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا، تأثيراتك يا هولندا. هوضح معنى الكلام ده ايه واحنا بنشرح. اي فيديو جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، المنهج كله هتلاقيه في قوائم التشغيل. نمبر 1، we don't have many rice، اترجم احنا ما عندناش كثير من الرز. واحد يقول هي دي صح، ما عندناش رز كتير، ويديها. شفت المفرد والجمع، شفت اللي قبلها واللي بعدها، يا نهار ابيض، ده حتى الكمبيوتر حاطط خط تحتها بيقول لي يا جماعه دي مش مناسبه مع دي، هذه الزغزغه هي ادي التاثير، كلمه بتاخد كلمه، دي كميه، الرز كميه ما ياخدش ميني، ميني يعني كثير للعدد، يعني بيجي وراها حاجه تتعد، countable noun، يبقى مش هينفع ميني، يبقى ماتش على طول يعني كتير للكميه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يبقى اديها اللون بتاعها ونكتب ماتش على طول، MUCH. تمام. نمبر 2، are there any cheese، ده سؤال. تمام، عاوز اقول هل يوجد اي جبنة؟ شفنا المفرد والجمع، الجبنة هنا اهو كمية، تعامل معاملة المفرد دي، مفيش ار، تبقى از على طول، از للمفرد ار للجمع، از للمفرد ار للجمع، إذ للمفرد. ها حد يرد عليا؟ يس ار للجمع. تمام، يبقى إذ يعني هل يوجد أي جبنة. تمام، عمر should come home very late، عمر لازم يرجع البيت إيه متأخر، بيجي البيت متأخر جدا، مينفعش يبقى shouldn't، يجب ألا، النفي بتاعها، لأن shouldn't و shouldn't بيجي وراها مصدر فعل، المعنى عايز shouldn't، المعنى عايز shouldn't. يس S H O U L D N apostrophe T. تمام. Number 4، how many mans did you meet، كم عدد الرجالة اللي انت قابلتهم؟ عاوز اقول كده، ايه ده، واحد يقول صح، طب ما هاو ميني بيجي وراها كلمة جامع ويقول صح ويكتبها زي ما هي. لا بص كويس، مفيش حاجة اسمها مانز، مانز لا، ده اسم جمع بس ايه، غير منتظم، مينفعش احط له اس، لازم بحفظه زي ما هو، يبقى غير منتظم. مان تبقى ايه الجمع بتاعها؟ من رجال، من رجال يا جماعة، في كلمات اسماء مينفعش احط لها اس، لما اجي اجمعها بحفظها زي ما هي. تمام. نمبر 5، here is an banana for you، يعني هو تفضل ايه، موزة ليك انت. طب هنا ان تنفع؟ لا، ان يعني واحد بيجي وراها كلمة بادئة vowel، كلمة بادئة بحرف متحرك، مش نافعة معايا، يبقى على طول here is a banana for you، a بس، لان a معناها واحد، لكلمة اللي ايه بادئة بحرف ساكن اديها a بس. تمام. number 6، the last one here، لا ده مش last one here، ده في number 7. تمام، we should not to talk in the math lesson، عاوز اقول يجب الا نتحدث في درس الحساب او حصة الحساب. طب ايه الغلطة هنا اهو، should و shouldn't مصدر فعل، should و shouldn't مصدر فعل، يعني ايه مصدر فعل؟ يعني الفعل اللي بيجي وراها مفيش to، مفيش ing، مفيش اس، مفيش ماضي، مفيش ed، مفيش اي اضافات او بهارات، يبقى should و shouldn't مصدر فعل على طول. تمام، اديها بقى talk على طول، مفيش to، you shouldn't talk in the math lesson، ما تتكلمش في حصة الحساب. تمام. Number 7، yeah the last one here، I didn't buy some food from the market، عاوز اقول انا ما اشتريتش اي طعام من السوق. ايه ده، انا قلت ايه بالعربي؟ اي، الترجمة جابتها وكمان الجرامر بيجيبها، الجملة منفية،
يبقى مفيش سم. سم يعني بعد بتيجي في الجملة الخبرية أو في السؤال في حالة الطلب والعرض بس. يبقى امتى سم بتيجي في السؤال؟ لما يكون في عرض وطلب، زي مثلا اقول would you like some tea، يعني عاوز شوية شاي كده. لكن اني في السؤال والجملة منفية، اني في السؤال والجملة منفية، اني في السؤال والجملة منفية. اهو غنيها لك، اهو غنيتها لك اهو. يبقى سام تبقى اني على طول. اني اي ان واي، اني في السؤال والجملة منفية. اي جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، بعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعة. اشوفكوا على خير، لو عجبك اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. جود باي، مع السلامة.